عقب وصوله إلى المكلا من زيارة خارجية، عقد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فري سلمين البحسني اجتماعات مع اللجنة الأمنية بالمحافظة والوكلاء والمستشارين والقيادات العسكرية والأمنية والمدنية والقطاع الخاص لمناقشة التحضيرات للاحتفال بالذكرى 53 للاستقلال الوطني 30 من نوفمبر. بعد نحو شهرين على مغادرته محافظة حضرموت في زيارة خارجية إلى العاصمة السعودية الرياض، وصل الخميس محافظ المحافظة اللواء فرج البحسني إلى مدينة المكلا مرورا بمطار سيئون الدولي عبر طيران اليمنية. الزيارة الخارجية التي وصفها المكتب الإعلامي للمحافظ البحسني التقى خلالها بالعديد من المسؤولين في حكومة الشرعية وآخرهم الرئيس هادي الذي اطلع على أوضاع المحافظة في مختلف القطاعات. وفي أول اجتماع لدى وصوله المكلا ناقش محافظ حضرموت مع اللجنة الأمنية بالمحافظة استعدادات الخطة الأمنية للاحتفال بالذكرى 53 للاستقلال الوطني 30 من نوفمبر والموقف الأمني الحالي بشكل عام. كما ناقش المحافظ البحسني في لقاء آخر ضم القادة العسكريين والأمنيين وعدد من الوكلاء والمستشارين والقيادة العسكرية والأمنية والمدنية والقطاع الخاص، ناقش ما تم استعراضه في الاجتماع الأول مع اللجنة الأمنية، لافتا إلى أن قيادة السلطة المحلية ستفتتح 91 مشروعا على مستوى الساحل والوادي في مختلف المجالات.